المغرب دولة تقدمت، الشعب المغربي معناتها من الشعوب اللي تقدمت حتى اقتصاديا واجتماعيا، وتاريخ المغرب معناتها خلاها تكون هكاك، عندها مفكرين كبار وعندها معناتها سياسيين كبار. المغرب كسياسة معناتها شنو؟ الملك ملك صحيح، ملوكية هي، فهمتني؟ أما المغرب دولة اللي فيها حرية متاع الاختيار، معناتها الوزير في المغرب يخدم، الوالي في المغرب يخدم، فهمتني؟ مش النظام الرئاسي الصعيب والرجيد وكذا، فهمتني؟ ودولة المغربية حلت اقتصادها، حلت على برشا جنسيات، فهمتني؟ دونك قاعدة توا المغرب تجني في ثمار أك السياسة اللي خلاها حتى أحسن ثاني. المغرب بلاد متطورة في بالي بها هكا، وبرسك برسك برسك معناها الحضارة نتاعها متقدمة علينا بصراحة، نقول لك فهمتني، وفيها كل شيء معناها في المستوى المطلوب. أما تونس ما تونس ولا سيريزمون، ولا سيريزمون بصراحة نقول لك، قتل هذا يحب روحه، واللي هذا صار يجينا رئيس ما يحبش روحه، فهمتني؟ ولا بصراحة نقول لك فهمتني، هذا اسمنا على ربي وعلى الشعب كله. والله المغرب بصراحة برش عباد الاستقرار والأمن، وناس تلمو معنا كونسيون، وناس ما نقولش استغلت الفرصة، على خاطر المغرب كانت في وضع ولات في وضع آخر، اللي ناس برشا استثمرت فيه هي اللي قوالها العجلة الاقتصادية متاع المغرب. وتحية للمغاربة الأشقاء، فهمنا؟ خاطر كلنا رانا خويان، وكلنا توانسة، وكلنا مغاربة وتزيرية وليبية، وكلهم أشقاء، فهمني؟ مي المغرب عرفت كيفاش تستغل الوضع فيها، وعرفت كيفاش تخرج من المأزق هذاك، فهمني؟ بورتون احنا بالعكس زدنا من أي أسئلة أكثر. إيه تعجبني السياحة متاع المغرب، تعجبني الحريات في المغرب موجودة معناها بشكل كبير ياسر. الدول قاعد ينمو معناها بشكل ممتاز، عنده نمو متاعه في اقتصاده تقريبا، هذا طبيعة يشجع السياحة التونسية والسياحة المغاربية. سورتو نحن معناش تقارب كبير في الدول معناها، تسمع اللي ثم معناها مغرب عربي كبير، ولكن العلاقات خاصة التبادل الاقتصادي، العلاقات الاجتماعية والعلاقات معناها ضعيفة شوي، فهمتني؟ نحبوا ننميوها. تو مثلا علاقة تونس بالجزائر تحسها أقوى من علاقة تونس بالمغرب، احنا ماذا بينا نسعى تو باش ننمو العلاقة مع المغرب، وتولي لو خلينا المغاربة يجوا يعدوا عنا السياحة لهنا، فهمتني؟ بالنسبة لدولة المغرب، الحاجة اللي تعجبني في المغرب حاجة برك، اللي هي على الأقل كي يمشي وحتى يخدموا في برلمان، في مجلس، رئيس، كل شيء يلبسوا لباس التقليدي متاعهم المغربي، اللي احنا ما فماش صنع تونس ما نلبسوهاش، اوكي؟ هذه اللي ما نحبهاش انا نتويكا نتغشش كي نشوف الشاشية متاعنا تجينا من الصين، وكي نشوف الخمسة متاعنا وريحانة تجينا من بلاد أخرى ومتاعنا ما نستعملوهوش. فين المنتوج التونسي؟ علاش التجارة الموازية؟ هاي المغرب أنا فاش تعجبني مثلا، تعجبني في الحاجة هذه، تعجبني في السياحة متاعها اللي مدعمة، تعجبني في برشا حاجات كيف هكايا مدعمين شعبهم بصراحة. المغرب أنا تعجبني أكادير سياحية، فهمت؟ مشيت حتى المليلة أنا، فهمتني؟ حدود إسبانيا والملاح، سوق فهمتني تجاري. بالنسبه لكازابلانكا يعجبوني معناتها عبادها، فهمتي؟ كالم رايدين، ما ثماش همجيه، ناس وناس خدام على رواحهم رايدين. تعجبني المغرب مزيانه، شارع ريد برانس سيرتو معناتها شارع كبير شباب برشا، فهمتي؟ ثم سيدي بليوت اللي فاست شعلوا له شمعه في كازابلانكا، فهمت؟ وش نقول لك انا، باهي المغرب ممتازه، فهمتي؟ واقتصادها توا طلع برشا، ولات اكثر باهيه اكثر من قبل، فهمت؟ اقتصادها طلع
ما مسلي يعني بيه، ان شاء الله ربي ان شاء الله نكونوا احنا في تونس كالمغرب، ان شاء الله ربي سهل، وان شاء الله كل الدول العربيه تكون في امان. المغرب بلاد شقيق وعنا تعاملات معاهم، لما كنت الجزائر سبقت باش نحات العلاقات نتاع المغرب مع تونس، ولا الجزائر اقرب من تونس. لما كنت رحنا ديما المغرب العربي نكونوه، والله فما حاجه باهيه في المغرب اللي هما ناس يفرحوا بالضيف، يكرموا الضيف، هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه احسن ماكله عندهم هكا الكسكسي اللي باللحم العلوش بالخروف، الكسكسي الابيض هذاك يعملوا له الفاكهه وينوعوه. اما هي راهي بلاد ثقافيه ومتقدمه وماشيه لقدام. المغرب كل شيء برا ملك نتاعها بشعبها بكلها بتقدم بكذا ناس كذا. احنا في صورة امريكا قلت حرقوها، تعرف الزيرية شو عملوا؟ ها؟ جاوا داروا غاديكا فهمتني؟ ما احنا نكسروا وشكون باش يتوحدك؟ احنا باش ندفعوها، احنا نخدموا في الوظيفة، احنا ندفعوها، كسروا كار احنا ندفعوها. وين؟ كسر انبوبة تاع واحد، كسر كار احنا كيف كيف احنا ندفعوها. ناس متقدمين، احنا متأخرين، احنا مازلنا هي احنا ترجموا في راقدين بالنوم، ساقين احنا راقدين وساقينا في الماء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.